لا حديث في الشارع الوهراني هذه الأيام وعلى غرار ولاية الوطن إلا عن البطاطا وسعرها الذي بلغ 130 دينارا جزائري في سوق التجزئة. وقفت كاميرا دي زد نيوز خلال خرجة ميدانية إلى بعض الأسواق بولاية وهران كسوق الحمل العتيق على أسعار ملتهبة للخضر ولا سيما البطاطا التي تعتبر منتوجا واسع الاستهلاك، أصابت المواطن بالذهول والصدمة. ايوا اللي ما عندهش 13000 سي طرو وكيلو حب وكيلو من تقليش يولي سي طرو ما في بزاف ماشي بروحها خاوي اليوم ما كان والو ما كان والو. السلام عليكم. كرهنا مسكين ما يعيش ذوك شيء قتلتو المسكين شنو يقول لك؟ البطاطا الحاشيه راه كاين الدجاج كل شيء. شوفي شوفي راهي رايحه هذه. لا انا كيما في الدار كاين خمسه تاع الناس خمسه تاع افراد غادي فيها حبه 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 حبه. نخلصوا الشعب راه يخلص الشعب راه يخلص. كيف انا كسره بنتي البطاطا تاع القليل يقلي مقله بطاطا وتيب انا كسره وياكل من غلي له بطاطا شا ياكل مسكين مسكين شا ياكل ما عنده ما ياكل يا بنتي. بطاطا راه 300 بالك عيش يا قليل بكري كانوا يقولوا لها بوم دو تار دو غادي نقولوا لها تار وخلوا غير لا بوم ولات فاكهه ولا اكثر من فاكهه كاع راهي غاليه الفاكهه دروك والله العظيم ما ننشروها راه ولات اليكس دروك ايفيان غادي نجي غادي نشريه بالحبه ما بي با والله العظيم لا غالب انا كمواطن جيت فيها خدام ادمينستراسيون لا غالب سي بليش ما نجمو كل شيء زاد والبطاطا سي دوفيني ان ليكس ابن عمي والله مين تخلص تروح تشري 5 كيلو بكري كنا كنا خاصنا نشرب شويه لحم شويه مرقه شويه اسكالو دروك والله سي ان ليكس ولادي اليوم غادي يجيب لكم بطاطا يفرحوا يديروها لابيل يديروها سي ان برودوي دي بوف هذا تاع المسكين ديرها لابيل تفيدها بالملح شويه من نروحوا نقرا دروك صاي دروك غادي ندير لها عود تولي فوما تولي 10 حبه والله العظيم. أكد بعض تجار التجزئة الذين تحدثت إليهم كاميرا دي زاد نيوز موضحين أن غلاء الأسعار راجع إلى سقسيك شحال البطاطا؟ البطاطا 300 300 ومامو هي بزاف حنا ماذا بينا بطاطا تنباع 5000 6000 7000 شحال البطاطا ياكلها غير مسكين أختي هما دروك طالعين مرشي كبير تشريها يقول لك 11000 11000 شحال تبيعيها؟ ماشي أختي ولا أنا غلط؟ ما عندك ما ديري لا غالب ديري لها 300 تصور دير حسابك ترونسبورك بوساتك لا غالب لا سلعه حنا ماذا بينا هادو لا يسمعوا فينا يديهم ربي يديهم ربي يشوفوا في المساكين المساكين كاين اللي ما عندهاش كاين اللي جا عندنا قلنا عطينا كاين اللي بزاف صالح ماذا بينا حنا تولي 5000 كل شيء راه غالي اختي اللحم غالي بطاطا غاليه خضره غاليه لا غالب طفره غير في القليل شي بين نقول اختي الله يهديهم من يبغي البطاطا نبيعوها بهذا الثومه دي فوا يدبزونا يقول لك الثومه راكم تقلوا فيها بصح حنا الله غالب حنا نشروها بغاليه نقلعوا التراب نقلعوا الديشي نقلعوا الخامجه حنا ماذا بينا نبيعوها 300 عاد كيطاش على ملاها عاون لك الصراط هذي خاسرين من هنا مين نقولوا ما يعاونونا ما يبغوش يعاونونا الطفره فينا غير حنا من بكر وبكري نشروها بغاليه نبغي نبيعوها حنا ندوروا غير 1000 درهم يقول لك انتم راكم تخلوا انتم راكم تزيدوا الله غالب ما يحسنش يعاوننا ما يحسنش يعاوني الله غالب هذه احنا نطلبوا لهم ربي غير الله يهديهم وصاي السلام عليكم السلام عليكم شحال درت بطاطا اليوم 300 واه 300 واه غاليه بزاف غاليه بالبزاف دروك قدره الشرائيه تاع المواطن من يجيبش يشريها 300 دروك 5 كيلو 65000 800000 راحت دروك حنا نطلعوا مرشي كبير يقولنا حنا خاطينا الفلاح تجي هنا يقولنا المنظار ما فهمناش دروك عند المراه كل واحد يهضر بلغه شحال تشريها 11500 بلا رقيقه بلا تراب بلا كل شيء بلا ديشي كل شيء راه فيها كل شيء راه معمر انا غير نسلكو صاي نخدمو نهار يومين في السيمانه حنا ما نخدموش الشعب ما راه ياكل البطاطا ما نجيبوهاش ما نجيبوش نجيبوها تخلصها ب 11000 وتبيعها انا شحال تبيعها 13000 فيها المشقومه فيها المضروبه فيها الزرقاء فيها كل شيء نجيب تجيبها خاسر في لافير خاسر في لافير. السلام عليكم الله يعاونك معليش نسقسيك شحال دارت البطاطا اليوم؟ في الماشي كبير؟ في الماشي كبير؟ لا عندك هنا هنا 13000 في الماشي كبير دير 11000 11500 واه
هذه كيما هذه دي ميسا حتى لدي ميساسون حتى فيها التراب صاي هذا مكان على هذيك هذه على سقسي اللي يبيعوا الجمله وبكل صراحة البطاطا عندها لوبيات والزيت عندها لوبيات وكل حاجة عندها لوبيات في هذه البلاد ما يحطموا البلاد. فيما وجه تجار الجملة والفلاحين أصابع المسؤولية إلى قطاع التجارة. الحل تاع التجارة تاع السلع يلقى الزريعة. الزريعة يخلوهم يجيبوها باسكو لوندري غالي الزريعة راها غالية دونك ما يقدرش الفلاح باسكو اونجاجي دراهم كبار وبالتالي يجي ما كاش بارك الله فيك ما احنا ماذا بينا باسكو السلعه من ترخص انا في عود نخدم كاميون نخدم زوج كمان بصح ملي تكون غاليه كاميون نقعد فيها ثلاث ايام اربع ايام فهمتي دروك واه دروك انا على بالك هنا عندنا لي شارج دروك عندنا لي شارج عندنا لي شارج تاع الحانوت تاع الخدامه تاع شوافره لي يقربوا الطريق يا ابري تقعد تفرجي في السلعه هكا متى هاي البطاطا النوية تحت مسغاليم هاي نقولوا على البارح هي لا راك تشوف هي انا راهي هنا تنجر الروح هذه اوفر يا ميزير تزيد في الغلة تزيد باغزومبل الى اليوم قلع 220 غدوة قلع 40 ويزيد باسكو لا المنتوج يزيد مادام المنتوج يزيد السعر تاعها يهود ما ينجم الفلاح ما ينجمش حتى كاها السيرة خليها تبدا ياكلها كاعي يدير لها لا بغا نخلص بالغلا لا بغا هو يقول لك نتبع السوق انا عندي 40 عام في هذا الميدان تاع هنا السوق الجمله التجاره الخضر والفواكه بالنسبه لي نشوف الحل اللي يناسبنا ويناسب الفلاح هو نعاونوا خاصه في الزريعه الزريعه هنا لازم نجيبوها الفلاح بسومه معقوله كي هي كريز اونغري ونديروها تامين خاص انا ربما يصطدم بالموسم يكون هذاك المرض اللي يسموه الميديو المنتوج يروح له ما نخلوش يفشل نعاونوه باش ما يفشلش باش يزيد العام الجاي وهي رايحه والسبب الرئيسي للغلاء البطاطا هذه المواد المول الاوليه تاع السوق ها هي الزريعه ولي زونغري بلا ما نهضروا على لي شارج كيما الخدام كيما هذا حنا نحوسوا هذه المواد هي الزريعه ولي زونغري. صدمة غلاء الأسعار وانهيار القدرة الشرائية تطبع يوميات المواطن البسيط واستفهام يبقى مطروحا من المسؤول الرئيسي وإلى متى هذا الوضع؟